ما درتو بالتوصيات ما درتو بالتوصيات ما درتو بالتعليمات ما درتو بالتعليمات فلوس فرصة في المشات فلوس فرصة في المشات امش ليس الحسابات تعال تشوف الاختلاسات شوف الاختلاسات خويا امش ليس الحسابات امش ليس الحسابات تعال تشوف الاختلاسات تعال تشوف الاختلاسات حنا كنطالبوا اليوم بشي سيد العامل حنا الوقفة اللي كنا درنا راسلناه فيها وحنا بغينا نعرفوا هذيك المواساه اللي حطينا الجواب ديالها واليوم حنا كنطالبوا بالتمويل ديالنا حنا واحد من الجمل الاخر حنا ما بقيناش صبرت قاده حنا صبرت قاده حنا غرقنا كريديات كنخلصوا الكره باقي التمويل ديالنا ما ديش حنا كنقولوا لهاد الناس ديال المسؤولين اليوم بغينا الحل ديروا معنا الحل ومن هذا المنبر انا راه كنوصي لكم غيكون الحل ما كاينش الحل غنعتصم هنايا انا غنجي نريح لكم هنايا انا كنقولها وكنقولها وكنعاود نقول انا غنجي نريح هنايا حيت ما بقاش عندي الحل انا نريح هنا ديروا معايا شي حل باش ما كان سواء بغيتو ديروا سواء هذاك ان باش غنعود الناس كتقول لي ما بقاش كنقد نتلاقى مع الناس كيقول لك وخلصني كنقول لي صبر راه غيمولونا انا غدا بعد غدا هادي راه داير محل كنوري هاد الوثائق اللي دايرين هاد الاحتجاجات كيقول لي يا خويا تا انا راه كاين اللي ما بغيتيش هادي حنا باقي عندنا العمل باللي غنتمولوا ما بغيناش نرخاو الكره هاد الناس غرقونا كريديك حنا هذا البرنامج هو برنامج فوز اللي خاصو يعرفوا الناس كاملين هاد البرنامج واحد البرنامج اللي جعلت وصيات ملكيه وتنشر في بعض القنوات داروا لي واحد الاشاره هذيك في القنوات تقيدنا فيه عيطوا علينا شاركنا فيه درنا واحد الفورماسيون عطاونا شهوات ديالنا قلنا جمعوا الوثائق ديالنا جمعناهم كاملين كوثائق قانونيه من الصيغه القانونيه من عقد الكراع من كل شيء وفرناه من جينا كنتمولوا وصلنا لجنه التمويل قال لك سير راديز سير جيب لي واحد العقد ديال الكراع بشكري مشينا غرقنا كريديات خلصنا الكراع حنا من جينا كنتفاجئوا اليوم كيقول لك راه حبسنا كيقول لك راه حبسنا منا كنعيط لواحد 54 55 ولاو هذاك وهمي كيعطوني شي كلام وهمي كيقول لك اودي سمحوا لينا راه ما مقبولش الدوسي انا عندي وثيقه دابا عندي وثيقه ما كتبت الا دايزه لي فلوسي 90000 درهم دايزه انا عندي وثيقه دابا انا كتب لك توفر لي دايزه لي انا فلوسي 90000 درهم فيه كاينه بغينا نعرفها فين هي هاد الناس هادو ضحكوا علينا وهمونا عطانا واحد البرنامج عطانا واحد البرنامج وهمي اللي دخلونا للدوله ولينا حنا كمقاولين ولينا حنايا كنخلصوا الواجبات هاد الضرائب هذاك وهاد الناس وهمونا دخلونا وهمونا حنا دابا كنطالبوا بالتمويل ديالنا وراه ما فاكينش هنا غنعتصم ان شاء الله هنايا ضحيه من ضحايا برنامج فرصه البرنامج هذا ما بقاش كان فرصه ولكن دابا ولا فقسه بهذا المصطلح هذا ولا برنامج فقسه علاش كاع الاخوان هادو اللي جاوا متضررين من هذا البرنامج كاين على صعيد كاين على صعيد الجهوي كاين 240 متضرر وكاين على الصعيد الوطني ازيد من 3000 متضرر هذا البرنامج هذا شاركنا فيه ودوزنا فيه تكوين عن جداره واستحقاق وفرضوه لنا صيغه قانونيه وفرضوه لنا عقود كراء باش اننا نتمولوا باش نفرسيو المشاريع ديالنا حاليا المشاريع ديالنا بدينا ولكن ما عندناش باش ما عندناش التمويل اغلبيتنا كارين اغلبيتنا داروا صياغه قانونيه ولكن ما لقيناش التمويل وانا خارج ديال التمويل ديالي فينا هو ما عرفناش فاش جينا المسؤولين ديال الناس فرصه في الرباط تيقولنا بانها فرصه سالات كيفاش برنامج ديال سيدنا داروا سيدنا عطى التعليمات ديالو سيدنا لدعم الشباب من 2022 ل 2026 كيفاش سال هذا العام يعني فلوسه مشات حنا كنطالبوا من الناس المسؤوله على هذه البلاد ومن صاحب الجلاله الله ينصره يتدخل لنا في هذا الملف هذا راه وصلنا لواحد الاوضاع مزريه بزاف